زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، إن أنت تروح للدكتور وتاخد الدواء واجب عليك تعمل كده. يا عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ما تهملش في صحتك وروح للمتخصص اللي أفنى حياته في فهم طبيعة جسمك يوصف لك الدواء. مع ذهابك للطبيب بتدعي وتقول يا شافي اشفيني وإذا مرضت فهو يشفين، وده سبب تاني الدعاء. من الأسباب برضو أن القرآن شافي سر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء الأفكار اللي في القلب والعقل، الأفكار المخيفة والوساوس اللي بتكسر في همة البني آدم، تلاقي شفاء في القرآن. واستشفي ببركة القرآن مع الدواء ومع الدعاء. اقرأ القرآن على جسمك، حط إيدك واقرأ الفاتحة زي ما النبي قال خد الدواء واقرأ الفاتحة. احنا كده بناخد بالأسباب اللي ربنا قالها، وده إيماننا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فاستشفي بكتاب الله بثقة في أسرار كتاب ربنا، وربنا هو الشافي سبحانه وتعالى.